يوم تاكل تفاحة يا سعيد أكيد جسمك يستفيد من الفيتامينات والمعادن والألياف في التفاحة وخاصة قشرتها، لكن أسنانك ولثتك بعد يستفيدون وايد. البعض يقول التفاحة هي فرشاة أسنان طبيعية، هذا الكلام فيه شوية مبالغة، ولكن بما أن التفاح غني بالماء والألياف يزيد إفراز اللعاب اللي ينظف الأسنان، وعملية القضم تحفز الأسنان واللثة، وهذا الكلام بعد منطبق لمعظم أنواع الخضار والفواكه. لكن دير بالك يا سعيد من السكر الموجود في التفاح والفواكه. 52% من حالات التسوس الأسنان سببها تناول السكريات والكربوهيدرات، وإذا ما نظفت أسنانك بعد ربع ساعة من تناولها، الجراثيم اللي بالفم بتحولها إلى أحماض خلال 20 دقيقة. وحاول أن تجمع الحليب ومشتقاته مع الوجبة الرئيسية أو الخفيفة، لأن الألبان تساعد على إعادة المعادن للأسنان، وطبعا لأنها غنية بالكالسيوم. هناك دراسة اكتشفت أن تناول الأجبان يخفض مستوى الحموضة في الفم. وإضافة للسكر، العدو الأكبر للأسنان هو المشروبات الحمضية مثل المشروبات الرياضية والغازية، لأنها تساهم بتآكل الأسنان. وعساكم دوم بصحة وسعادة.